هذه كانت الدورة الثالثة من الدورة التأسيسية اللي كان من أهم النقاط ديالها هو مناقشة الميزانية. كان نقاش في الحقيقة مستفيد، ناقشوا فيه بزاف ديال النقاط، ولكن المهم فيه هو كان نقاش مفتوح بين الأغلبية وبين المعارضة. كل شيء كان عنده نفس التوجه اللي هو ترشيد النفقات، والمهم بزاف هو وضع واحد المجموعة ديال المساطير لضبط صرف هذه المداخل ديال الجماعة. كانت هذه هي النقطة اللي كان عليها الاتفاق ديال الجميع، وما كانش عليها الاختلاف. كانت الأغلبية وكانت المعارضة متفقة بأن اليوم وصلنا لواحد المرحلة اللي خصنا نضبطوا الصرف ديال جميع النفقات ديال البلدية. هذا المال العام ما خصنا ناخذوه بواحد الجدية وبواحد الطريقة تكون علمية وتكون ممنهجة في التدبير ديالو. اتفقنا كذلك باش نكونوا واحد المجموعة ديال الهيئات باش نديروا واحد المراقبة، بحال دي كوميسيون ولا دي كوميتي دوديت، اللي يكون عندهم واحد المراقبة مستمرة لجميع لي روبريك وجميع المصاريف ديال الجماعة. وهاد الكوميتي ولا هاد لا كوميسيون دوديت اللي غادي يكون فيها الاغلبيه وتكون فيها المعارضه، وحنا كاغلبيه كنا اقترحنا باش نعطيوها الرئاسه ديالها المعارضه، يكون فيها واحد، يكون عندها واحد ليفرابل تكون تعطينا من بصفه دوريه سواء شهريا ولا في اقصى حد 3 شهور، تعطينا واحد ليفرابل واحد تقرير على الطريقه باش تدبروا الامور باش تدبر المال العام. هاد الامور هذه كلهم كان عليهم الحمد لله الاجماع، وكان كل شيء المستشارين لا ديال الاغلبيه ولا ديال المعارضه واعيين بالاهميه ديال التدبير والطريقه ديال التسيير ديال الصرف ديال المال العام. وهذا مكسب في الحقيقه، هذه بدايه نظن بان الحمد لله بدايه موفقه. صوتنا مع الميزانيه، وان شاء الله غادي تكون هذه بدايه ديال واحد المشوار ديال التنميه ديال تارودانت، موازاه مع حسن التدبير ديال الميزانيه وديال الصرف ديال الاموال ديال المال العام. غادي يكون واحد المجموعه ديال لي زانفيستيسمون ديال المشاريع اللي غادي يكون مبرمجه، اللي غادي تصوب في تارودانت ان شاء الله. والبدايه ديالها غادي تكون مع الزياره ديال الاستاذ عبد اللطيف وهبي مع الوفد الوزاري اللي غادي يرافقوا السي القجاع والسي بن سعيد، اللي غادي يديروا واحد المجموعه ديال الاتفاقيات ديال اللي غادي نفعلوا بهم واحد المجموعه ديال المشاريع. وهذه بدايه الحمد لله بدايه موفقه لهذا المجلس، وبغيناها باش تبقى الوتيره ديال الاشتغال والوتيره ديال العمل تبقى دائما في التصاعدي حتى نوصلوا ان شاء الله ل 2026 نلقاو تارودانت تبدلت الحاله ديالها. الميزانيه فاحنا ناقشناها ولحد الان راه باقي ما كملناهاش في المناقشه، بحيث طرقنا لمجموعه من النقاط، بحيث كان كذلك مجموعه من الملاحظات على المداخل والمصاريف، وتطرقوا كذلك الاخوه اللي معنا والمستشارين والمستشارات وعطاو ملاحظات. فكنتسناو اننا ان شاء الله نكملوا الدوره ديالنا باش نقدروا نعرفوا واش اتخذوا يعني الاقتراحات ديالنا والملاحظات ديالنا بعين الاعتبار ولا لا. كما تبعتوا اليوم عقدنا دوره استثنائيه اللي فيها 15 نقطه في جلسه فريده، يعني خصها تدار في نهار واحد، وهذه النقاط 15 كلها خصها الدراسه وخصها المناقشه، ومع الاسف درناهم في يوم واحد. من بين اهم النقاط اللي اساسيه واللي غادي تدبر على مده سنه هو مشروع الميزانيه وبرمجه الفائض. احنا كفريق المعارضه اعطينا مجموعه من الملاحظات، مجموعه من التعديلات، لكن مع الاسف الاخوان في الاغلبيه بمنطقة الاغلبيه العدديه ما قبلوا ولو مقترح. ولكن اللي بنقول هو ان مشروع الميزانيه اللي جاء يفتقد الى المصداقيه، يفتقد الى الواقعيه في تقديرات المداخل. هاد الناس جابوا لنا مشروع قالوا بلي دخلوا في المداخل ديال البلديه 67 مليون ديال الدرهم، مع العلم ان في 2020 كان عجز ديال 800 مليون سنتيم، وفي 2021 لحد الان كاين تقريبا واحد العجز ديال 1.6 مليار.
كيفاش درنا العز في 2020 وغنديروا في 2021 وتنقولوا بان في 2022 غندخلوا اكثر من 21، لان هاد 67 مليون ديال الدرهم يستحيل اننا ندخلوها كجماعه باعتبار الجائحه باعتبار الظروف وباعتبار انهم تيقبطوا شي فصول كمثال في رسم الخدمات الجماعيه عاده تندخلوا واحد 600 مليون 700 مليون، هما قالوا في هذا 2022 ندخلوا مليار يعني 10 مليون ديال الدرهم. هاد 67 مليون ديال الدرهم هي اللي اعتمدوها في المصاريف، بحيث نشوفوا ان جميع الفصول ديال ميزانيه السير عرفت واحد الارتفاع ملحوظ، وبالتالي شنو هي النتيجه هو اننا تنحقوا واحد الفائض هزيل وهزيل جدا اللي هو 372 مليون، بعد ما كنا تنحققوا الفائض ديال 20 مليون ديال الدرهم جوج الملاير مليار و500 600 مليون. اليوم في 22 الجامعه ديال تارودان حققت واحد الفائض تقديري ويمكن كاع ما يتحقق ديال 372 مليون، اللي غادي منه يمشي منه واحد 252 مليون لاصل الدين، غتبقى لنا الميزان ديال الاستثمار في الجامعه الترابيه ديال تارودان هو 120 مليون سنتيم. هاد 120 مليون سنتيم اش غدار بها؟ ما يعني هذا مبلغ غزير، خصنا نقطعوا مع ذوك السياسه ديال تصرف في المال العام بواحد الطريقه عشوائيه، ولا اعطي لهذا ما تعطي لهذا. لهذا بغينا نتمنوا ان الرئيس يباشر الامور ويعطي واحد الانطلاقه جديده للعمل الجماعي، ويكون واحد المنهج تشاركي ما بين الاغلبيه والمعارضه، لان احنا في الاخر كلنا مستشارين وكلنا عندنا اصوات ديال السكان، ونتمنوا التوفيق للجميع والسلام عليكم.